عمل اسمنت الجنوب في مدينة الكوفة بمحافظة النجف يتعرض للتخريب بشكل متعمد كما يقول صاحب المقطع، وذلك بتعطيله وإيقاف إنتاجه بفعل فاعل. سأترككم تستمعون إلى حديث هذا المواطن ليشرح حجم المعاناة، ليضيف طبعا معاناة أخرى لحجم المعاناة الموجودة الآن في العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن من محافظة النجف، معمل اسمنت، الشركة العامة للاسمنت الجنوبي، يصيحون يعني نعرفه معمل اسمنت الكوفة. شوفوا معمل، لا تسمح لي، معمل عملاق، يعني مبني تقريبا من 25 سنة أتوقع 30 سنة. شوفوا احنا احترام للدوائر الدولة ما ندخل، يعني احنا معلمين، مواطن حالي حالي اي مواطن. شوفوا معمل عملاق، احد اعمدة الاقتصاد العراقي. نعم، معمل اسمنت الكوفة احد اعمدة الاقتصاد العراقي. اسمنت الكوفة حقيقة جودة عالية، منشأ عالي، حقيقة هنا الموظفين يقدمون شيء كبير. طبعا الموظفين مع الأسف وزارة المالية ووزارة الصناعة رواتب جدا قليلة، 300,000 و250,000 و400,000 صارهم 15 سنة و20 سنة مع الأسف الشديد. شوفوا معمل حقيقة يستحق الثناء، معمل يعني أحد أعمدة الاقتصاد في محافظة النجف وفي العراق. الحد هاي الدقيقة دعاية حلوة، مو دعاية مجانية، حقي أنا أفتخر بالصناعة الوطنية ومعامل في محافظة النجف وفي العراق. لكن المشكلة والكارثة والحد الآن ما حد حقق بيها من كل لا وزارة الصناعة ولا غيرها ولا المحافظة.